مرحبا، بدنا نتكلم عن طريقة تنزيل برنامج أو سيت على الفوركس. طبعا بتكون أنت مجهز اليو اس بي أو بكون برنامج على الجهاز. بحط البرنامج على اليو اس بي، في حالة إني سحبته بفوت على ميديا، من ميديا بروح على اليو اس بي وبختار وين أنا منزل البرنامج، مثلا أنا بختار هون وبعمل عملية لود وبعطي يس وبعمل لود للبرنامج كامل وبنزل عندي أنا الإيقاعات. طبعا بعد ما يخلص اللود عندك بكبس هون، بستعرض الإيقاعات في اليوزر وفي اليوزر هون، وبستعرض الأصوات من هون في اليوزر من هون، والبادات من هون. يعطيكم العافية.